أهلا بكم مشاهدينا في حلقة اليوم من برنامج متن الخبر نستعرض فيها أبرز اهتمامات الصحف العالمية والعربية والمحلية ونبدأ مشاهدينا مشوارنا لهذا اليوم من الصحف المحلية وصحيفة الحياة حيث عنونت في افتتاحيتها هذا المقال من سبل المقاومة الشعبية فتقول الحياة أن يحتضن مقر الرئاسة جلسة افتتاح أعمال المؤتمر الدولي لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد وأن تبدأ هذه الجلسة بكلمة للرئيس أبو مازن تنورت تماما في وضوحها الوطني والسياسي والاجتماعي البليغ فهذا يعني بداية أن فلسطين دولة تدرك جيدا دور القطاع الخاص وتعمل لتمكين هذا الدور في تعزيز ضوابط العقد الاجتماعي التي تحقق له النزاهه والشفافيه بما يجعله منتجا في دروب البناء والتقدم والازدهار وعلى نحو يحقق العداله والكرامه الاجتماعيه وبالقوانين التي تصون حريه الراي والتعبير والحوكمه التي تعني في المحصله الطريق الى الحكم الرشيد من خلال تمكين الادارات الحاكمه من اتخاذ السياسات والقرارات التي من شانها ان تنظم العمل في مؤسسات القطاع الخاص والعام من اجل ان تكون فاعله وبناءه مع تدعيم المراقبه الرشيده التي من شانها ان تقود الى مكافحه الفساد وكل ذلك تقول الحياه من متطلبات وضرورات دوله العداله الاجتماعيه التي تبني فلسطين اليوم بقيادتها الحكيمه مؤسساتها وتسن قوانينها بتطلع اخلاقي حميم وهي في دروب المقاومه الشعبيه للخلاص من هذا الاحتلال، والى صحيفه القدس مشاهدينا حيث كتبت في حديثها هذا العنوان: القمه الخليجيه موقف داعم لشعبنا وقضيته العادله، فتقول القدس في حديثها اكد البيان الصادر عن قمه مجلس التعاون الخليجي التي اختتمت اعمالها في الرياض امس على التمسك بالحقوق الثابته والمشروعه للشعب الفلسطيني، واعتبار القضيه الفلسطينيه القضيه الاولى للعرب والمسلمين، ودعم السياده الفلسطينيه على كامل الاراضي المحتله منذ عام 67، كما اكد ان القدس هي العاصمه التاريخيه لفلسطين، وادان كل الانتهاكات الاسرائيليه في الاراضي المحتله واعتبر ان الاجراءات الاسرائيليه في القدس مخالفه للشرعيه الدوليه وباطله وضرورة مواجهة قرار الادارة الامريكية بشان نقل سفارتها الى القدس الى اخره من القضايا التي تتعلق والجوانب التي تتعلق بالقضية الفلسطينية وتقول ايضا القدس ان تمسك قادة الخليج بكامل الحقوق الفلسطينية المشروعة ورفضهم الواضح للموقف الامريكي بشان القدس وتأكيدهم على ضرورة مواجهته واعتبارهم القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين الاولى ينسف اوهام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اعتقد ان العرب والمسلمين يمكن ان ينسوا قضيه فلسطين او حقوق شعبها او القدس ومقدساتها، كما يوجه لطمه قويه لاي مشروع امريكي او غيره ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، ونقرا ايضا ولهذا ايضا فان هذه المواقف اثلجت صدور الشعب الفلسطيني خاصه وانها تنسجم تماما مع المواقف العربيه والاسلاميه التي عبرت عنها القمم المتعاقبه، كما اهميه هذا الموقف الخليجي في الوقت الذي تحاول فيه اسرائيل بث الاشاعات والنيل من المواقف الخليجيه والعربيه عموما بحديثها عن علاقات سريه هنا وهناك او زعمها عن قرب حدوث اختراقات بالموقف العربي والاسلامي وتضيف ايضا ومما لا شك فيه أن هذا الموقف القوي الذي عبرت عنه القمة الخليجية يشد من أزر أبناء شعبنا وصمودهم ونضالهم العادل من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها حق تقرير المصير والتحرير من هذا الاحتلال وإقامة دولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين على أساس مقررات الشرعية الدولية ونبقى في جولة الصحف المحلية والى صحيفة الأيام واخترنا لكم مشاهدينا هذا المقال بقلم عاطف أبو سيف حيث عنون مقاله في ذكرى الانتفاضة الأولى فيقول عاطف أبو سيف في مقاله تظل الانتفاضه الاولى واحده من اهم مراحل النضال الوطني الفلسطيني ولا يمكن لابناء جيلي الذين هم جيل الانتفاضه في الحركه الوطنيه ان يفوتهم تذكر تلك التفاصيل المهمه التي جعلت من هذه الانتفاضه علامه فارقه في التاريخ الحديث والمعاصر للشعب الفلسطيني ففي كل مرة يمر شهر كانون الاول وينتهي اسبوعه الاول وياتي التاسع منه حتى تعود بكرة الذاكرة مثل بكرة السينما لاعاده بث تلك اللحظات من الزمن الجميل الذي يبحث عنه الجميع ويتذكره الجميع بحنين قاهر يفرض نفسه ويتسلل معه حزن دفين يحمل الكثير من الحسرة ويقول الكاتب ايضا يمكن لعلماء الاجتماع ان يدلوا برايهم حول العادات الاجتماعية التي ظهرت خلالها مثل التضامن والتكافل الشعبيين الوفاق الاجتماعي وصلابة الأواصر الاجتماعية، كما يمكن للتربويين أن يشيروا إلى ظهور التعليم الشعبي والبديل بعد إغلاق المدارس والجامعات، والباحثين المجتمعيين أن يتحدثوا بإسهاب عن تمظهر العمل التطوعي والخدمة الذاتية للمجتمع وتبدل المجتمع والسلم الأهلي مقابل العنف الذي تبديه آلة القتل التي يمتلكها الاحتلال، وعلماء السياسة يقول الكاتب أن يشيروا إلى التفاعل السياسي الكبير بين المجتمع وقيادة العمل الوطني الحركه الوطنيه وظهور قيادات ميدانيه اخذت قوتها من قيادتها للفعل الكفاحي اليومي ايضا وتموقع الحركه الطلابيه كرائده للاشتباك مع قوات الاحتلال ويمكن للحركة النسوية أن تفخر بالدور الريادي الكبير الذي قامت به المرأة الفلسطينية ليس كما درجت العادة في التوصيف بأنها أم الشهيد وزوجة الأسير وأخت الجريح بل بوصفها مقاتلة جنبا إلى جنب مع الرجل في الاشتباك المباشر مع قوات الاحتلال فالصبايا والسيدات والعجائز كنا يرشقن الحجارة ويتصدين لقوات الاحتلال ببسالة منقطعة النظير ويضيف أيضا الكاتب مشاهدينا في هذا المقال في هذا اليوم من كل عام لا بد أن تذكر هؤلاء القادة المجهولين، كبار القامة كل منا يعرف الكثير منهم فليكن لهم شكرا من القلب مشاهدينا جولتنا في الصحف المحلية انتهت فاصل ونستكمل متن الخبر ابقوا معنا اهلا بكم من جديد والى جلة الصحف العربية مشاهدينا نبدأها من صحيفة الحياة اللندنية واخترنا لكم هذا المقال بعنوان هل يمكن للاوروبيين تجاوز سلطة الشرطي التجاري بقلم حميد الكفائي فيقول حميد الكفائي في مقاله أثارت العقوبات الأمريكية على إيران مخاوف كثيرة ليس فقط عند مناهضي السياسة الأمريكية مثل روسيا بل بين حلفاء واشنطن في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وشركائها التجاريين الكبار كالهند والصين وجعلتهم يسلكون طرقا مبتكرة لتجنبها منها تأسيس نظام مالي جديد يغنيهم عن الاعتماد على النظام المالي الأمريكي الذي أصبح يستخدم سلاحا سياسيا ضد الدول المناهضه لواشنطن. المشكله ليست جديده يقول الكاتب، فقد واجهها الاتحاد الاوروبي عندما فرضت الولايات المتحده عقوبات على كوبا، فاضطر للدفاع عن مصالحه عبر اصدار قانون عام 96 لحمايه الشركات الاوروبيه من التشريعات الخارجيه، وقد ساهم ذلك القانون في اقناع الولايات المتحده بالتراجع عن فرض العقوبات الثانويه على الدول والشركات التي تتعامل مع كوبا، لكن أمريكا في ظل ترامب لن تتراجع عن عقوباتها على إيران، بل هي متمسكة بها حتى تحقيق الأهداف المرسومة لها، ويواجه الأوروبيون الآن مأزقاً مماثلاً بل أعمق من السابق بكثير، يقول الكاتب: مع تجدد العقوبات الأمريكية على إيران إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، العقوبات الأمريكية الجديدة هي الأشد والأقصى في التاريخ، لأنها ليست مفروضة على إيران فحسب، بل على كل دولة أو شركة أو بنك أو شخص يتعامل معها. الأوروبيون ما زالوا مختلفين ومتفرقين، فبريطانيا على وشك مغادرة الاتحاد الاوروبي، والدول الاسكندنافية ودول أوروبا الشرقية ما زالت تستخدم عملاتها الوطنية، واليونان تعاني من أزمة مالية حادة، وليس هناك سوى ألمانيا وفرنسا تتعاونان للنهوض بهذه الكتلة الاقتصادية غير المتجانسة، التي يراد لها أن تكون مستقلة وقوية، بعض دول الاتحاد ساخطة من الهيمنة الألمانية، علما أن ألمانيا أنقذت الاتحاد من التفكك مرات عدة. ما زالت تدفع الأموال لإنقاذ الدول الأعضاء من أزمتها المالية. سيبقى النظام المالي العالمي الأمريكي لنصف قرن مقبل. يقول الكاتب على دول العالم أن تتقبل هذه الحقيقة وتتعامل معها لأن الخيار الآخر هو العودة إلى عهود المقايضة السلعية. وإلى صحيفة أخرى عربية مشاهدين اخترنا لكم من صحيفة الشرق الأوسط هذا المقال والذي جاء بعنوان. كيف تجاوز داعش الخط الاحمر مجددا في العراق فيقول كاتب هذا المقال وهو عدنان حسين لمناسبه مرور سنه على هزيمه تنظيم داعش في العراق وطرده منها اعلنت الحكومه العراقيه المناسبه التي تصادف اليوم العاشر من شهر كانون الاول عيدا وطنيا تتعطل فيه المؤسسات الحكوميه لكن ثمه بعض التضليل في هذا الاعلان فداعش استعاد بعض نشاطه في الاشهر الاخيره في عدد من المناطق التي طرد منها، وما عاد الكلام عن عوده هذا النشاط خفيضا ومقتصرا على عدد من الكتاب والصحفيين والخبراء الامنيين والناشطين السياسيين والمدنيين، فقد انضم اخيرا قاده كتل سياسيه واحزاب متنفذه في الدوله الى المحذرين من هذه العوده المنذره بالاخطار. شهدت المناطق المحررة خصوصا يقول الكاتب في محافظة نينوى في الأشهر الأخيرة سلسلة من الهجمات وأعمال التفجير والقتل والخطف وقطع الطرق التي نسبت إلى داعش وامتد نطاقها جنوبا إلى محافظة صلاح الدين وشرقا إلى محافظة ديالة وتحت ضغط الاستغاثات من سكان هذه المناطق اضطر مجلس النواب العراقي إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الخروقات الأمنية التي حدثت في الموصل وامتدت إلى عدة محافظات غربيه ويقول ايضا الكاتب مشاهدينا سر عوده نشاط داعش يكمن في الدوله العراقيه التي لم تنجح حتى الان في اعاده الاوضاع في المناطق المحرره الى طبيعتها، فما زال عشرات الالاف من العائلات التي فرت من المدن والقرى غير قادره على العوده الى مناطقها وتعيش حياه بائسه في مخيمات النازحين وذلك لعدم تمكن الدوله من اعاده اعمار المناطق المتضرره برغم تخصيص اموال لهذا الغرض، معظمها تبرعت بها دول عربيه واجنبيه غنيه، ويعزى السبب في ذلك الى تلكؤ الدوائر الحكوميه يقول الكاتب في المباشره بعمليات اعاده الاعمار. بل ثمة اتهامات صريحة توجه إلى المسؤولين في هذه الدوائر بأنهم يستحوذون على النصيب الأكبر من أموال الإعمار بالتواطؤ مع المقاولين والشركات التي كان من المفترض أن تنهض بعمليات الإعمار في العراق. مشاهدينا جولتنا في الصحف العربية مستمرة ولكن مع نوافذ متن الخبر والبداية من الصحف اللبنانية والزميلة هلا سلامة. أهلا بك هلا. أهلا بك رايا وأهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة على الصحف اللبنانية لهذا اليوم نبدأها من لبنان وتحديدا من خيار رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اللجوء إلى ممارسة حقه الدستوري بإرسال رسالة إلى مجلس النواب تتصل بالملف الحكومي العالق وعن هذا الموضوع تكتب سابين عواس في النهار اليوم محاذير الرسالة الرئاسية تدفع إلى التريث في الخطوة بحسب عويس خيار رئيس الجمهورية فتح أبواب الجحيم في الوسط السني الذي رأى في التهويل الرئاسي مسا بصلاحيات الرئيس المكلف ومحاولة لعزله أو إسقاطه علما أن رئيس الجمهورية كان قد تريث عند طرح الموضوع اول مره بناء على نصيحه من رئيس المجلس نبيه بري لاسيما وانه لم يكن قد مضى على بدء عمليه التاليف نحو ثلاثه اشهر، وعاد اليوم الى تريثه بناء على نصائح عده نتيجه عاملين اساسيين يتحكمان بالمرحله الراهنه وظروفها، الاول ينبع من حرص رئيس الجمهوريه على عدم التصعيد مع الرئيس المكلف، أما العامل الثاني فيكمن في محاذير الرسالة الرئاسية. على أي جلسة نيابية سيدعو إليها رئيس المجلس بعدما تبلغت أوساط عين التين نية نواب المستقبل مقاطعة أي جلسة يمكن أن يتناول فيها المجلس ما يمس بصلاحيات رئيس الحكومة. وهذا الموقف انسحب حتي علي النواب المستقلين من خارج المستقبل بمن فيهم نواب الثامن من اذار الذين يرفضون المشاركه باي جلسه تمس بصلاحيات الرئاسه الثالثه عدنا الى ابجد بهذه الجمله المقتضبه يشخص الرئيس نبيه بري المرض العضال المتحكم منذ ايار الماضي بمسار تاليف الحكومه يكتب نبيل هيثم في الجمهوريه جمله تؤكد فشل كل الروشتات الطبيه والسياسيه التي وصفت طيله الاشهر السته الماضيه في ايجاد الدواء الشافي لهذا المرض والتسبب في انحراف الوضع إلى ملامسة المحرمات ودخول حقل الصلاحيات المزروع بالمفخخات السياسية والطائفية والمذهبية أمام هذا الانسداد يقول بري كان يجب أن تتألف الحكومة خلال الأيام العشرة التي تلت تسمية الرئيس المكلف سعد الحريري فلو تم ذلك لما كان البلد وصل إلى ما وصلنا إليها ويتطرق الكاتب الى التسويه بين رئيس الجمهوريه والرئيس المكلف والتي باتت تعاني الاهتزاز خصوصا بعد تلويعهم ببديل للرئيس الحريري والاحتكام الى مجلس النواب عبر توجيه رساله اليه ويطرح الكاتب سؤالا يعتبره الاكثر تداولا هذه الايام هل ثمه بديل فعلا للحريري وان لم يكن موجودا فما معنى الحديث طالما ان الجميع مسلمون بان لا بديل عنه. وما هي الغاية من طرح أمور لا تؤدي إلا إلى استنفار العصبيات وننتقل جنوبا وفي ظل استنفار تشهد الحدود اللبنانية الفلسطينية جيش العدو يعلن عن اكتشافه نفقا عابرا للحدود حفره حزب الله لكنه لا يشكل خطرا وشيكا على المجتمعات الإسرائيلية نقرا في اللواء عن استنفار شهدته الحدود اللبنانيه الفلسطينيه عصر امس بعد ان استخدمت القوات الاسرائيليه حفاره واجتازت الشريط التقني في محله كروم الشرقي في خراج بلده ميس الجبل وعلى الحدود وبدات باعمال الحفر بمؤازره حوالي 25 جنديا وترافق ذلك مع تحليق مكثف للطائرات الاسرائيليه قابل هذا الخارق استنفار عسكري لدى الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية بعد تأكيدات من قبل الجيش بأن الرد سيكون جاهزا في حال عمل الاحتلال على الاعتداء البري أو العسكرية على الأراضي اللبنانية هذا وأعلن جيش العدو أنه اكتشف نفقا ثانيا عابرا للحدود حفره حزب الله دون أن يقدم تفاصيل عن موقع النفق أو حجمه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اكتفى بالقول أن النفق يعبر إلى إسرائيل إلا أنه لم يدخل في الخدمة بعد ولا يشكل خطرا وشيكا على المجتمعات الإسرائيلية مشاهدينا كنا وياكم في جولة على بعض ما تناولته الصحف اللبنانية لهذا اليوم أنا أشكر طيب المتابعة وعودة إليك رايا شكرا لك هلا على جولة الصحف اللبنانية أما المشاهدين إلى جولة الصحف الأردنية والزميلة أروى حماد أهلا بك أروى شكرا للزميلة رايا ونرحب بكم مشاهدينا نستهل جولتنا في الصحافة الأردنية مع صحيفة الغد واخترنا لكم من ضمن المقالات المحلية مقال تحت عنوان بين الرابع ومشروع الجرائم والعبء الضريبي بقلم ماجد توبه يشير الكاتب إلى قرار الحكومة الأردنية بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعدل من مجلس النواب لإعادة صياغته بما يراعي الانتقادات الواسعة للمشروع، ويقول الكاتب: لا شك أن هذا القرار بسحب مشروع القانون أمر مهم وإيجابي يسهم بتنفيس الاحتقان في الشارع الأردني، ويشير أيضاً إلى قانون الضريبة وأن الخيار المطروح أمام الحكومة في ظل صعوبة إلغاء تعديلات ضريبة الدخل هو وعودتها إلى ما طرحته من ضرورة معالجة اختلال توزيع العبء الضريبي على المواطن. ومن صحيفة "الغد" ننتقل إلى مقال الكاتب محمد أبو رمان في صحيفة "الرأي" تحت عنوان "الشباب الأردني من التحدي إلى الأفق" يقول الكاتب علينا الاعتراف بان هنالك حاله من الاحباط وخيبه الامل تهيمن على المزاج الاجتماعي العام وقد يكون مرده الى الازمتين الماليه والاقتصاديه لكن اكثر ما يقلقنا هو معدل البطاله الذي يلاحق مستقبل مئات الالاف من الشباب ويهدد الاجيال القادمه ان لم نجد حلولا فعاله وحقيقيه للمستقبل فنتائج البطاله لا تقف عند حدود الجانب الاقتصادي بل آثارها الاجتماعيه والثقافيه اكثر خطوره ويضيف الكاتب المطلوب منا في الحكومه ومؤسسات الدوله ان نعمل مع الشباب لتمكينهم في مختلف المجالات فصوره الشباب الاردني ترتبط باصحاب مبادرات وذوي طاقات هائله وننتقل إلى موضوع آخر في صحيفة الدستور ومع مقال الكاتب رحيل غرايبه تحت عنوان "مؤتمر القدس صرخة أردنية مدوية ضد التهويد" يشير الكاتب إلى المؤتمر الذي أعلنت وزارة الأوقاف الأردنية عقده في عمان لدعم القدس، ويقول هو تظاهرة إسلامية كبيرة وممتدة من أجل العمل على بناء موقف عربي إسلامي صلب وقوي ومتماسك يتمحور حول عروبة القدس وإسلاميتها والوقوف صفاً واحداً أمام كل محاولات التهويد الظالمة، ويضيف الكاتب: المؤتمر يقوم على فكرة ومساندة الأوقاف المقدسية ومساعدة المقدسيين المرابطين على بوابات الأقصى وعتبات الصخرة المشرفة ومع هذا المقال تكون جولتنا في الصحافة الأردنية قد انتهت ونعود إلى كراية شكرا لك أروى على جولة الصحف الأردنية مشاهدينا جولتنا في الصحف العربية انتهت فاصل ونستكمل ما تبقى من متن الخبر ابقوا معنا أهلا بكم من جديد وإلى جولة الصحف العالمية مشاهدينا نبدأها من صحيفة ناشيونال حيث اخترنا لكم هذا المقال للكاتب جوناثان كوك حيث كتب هذه المقال تحت عنوان تطهير عرقي ضد الفلسطينيين في القدس فيقول كوك في هذا المقال خلال زيارتها القصيرة إلى إسرائيل قبل أسبوعين عرض الرئيس تشيكي ميلوز زيمان على حكومة نتنياهو اليمينية القومية المتطرفة حافزا صغيرا، فافتتح زيمان مركزا للثقافه والتجاره وهو البيت التشيكي في مكان يقع مباشره خارج اسوار القدس القديمه، وفي الافتتاح اعرب الرئيس التشيكي عن امله بان يكون ذلك بمثابه تمهيد لقيام بلده بنقل سفارتها من تل ابيب الى القدس، واذا كان الامر كذلك يقول الكاتب فان جمهوريه التشيك ستصبح اول دوله اوروبيه تسير خلف ترامب الذي نقل سفاره بلاده إلى القدس كان هذا النوع من التأييد هو الذي شجع في الفترة الأخيرة حكومة نتنياهو والمحاكم الإسرائيلية والمسؤولين في القدس ومنظمات المستوطنين على تصعيد هجومهم المشترك ضد الفلسطينيين في القدس القديمة والأحياء المحيطة بها لم تخفي اسرائيل طموحها مطلقا للاستيلاء على القدس الشرقيه ثم قامت بضمها كطريقه لمنع قيام دوله فلسطينيه وتطرق مشاهدينا الكاتب في مقاله الى سلسله من الاجراءات القمعيه والانتهاكات التي تقوم بها حكومه نتنياهو فيقول انها حمله استنزاف هادئه تهدف الى التخلص من سكان من السكان الفلسطينيين وتقليل اعدادهم وتامل هذه الحمله لحملهم في النهايه على الياس والانتقال للعيش في ضواحي المدينة البعيدة خارج الجدار. ما يحتاج إليه الفلسطينيون في القدس يقول الكاتب على وجه السرعة هو إعطاؤهم سببا للأمل وإشارة واضحة إلى أن الدول الأخرى لن تنضم إلى الولايات المتحدة في التخلي. عنهم. مشاهدين إذا كان هذا المقال من صحيفة دينشنال وإلى صحيفة عالمية أخرى مشاهدين اخترنا لكم هذا المقال من صحيفة الجارديان والذي جاء تحت عنوان لبريكزت أبعاد هذا البلد أعمق من ذلك بكثير. فيقول مشاهدينا كاتب هذا المقال تصاعدت التوترات منذ عقود في حين قامت الأحزاب السياسية بإخمادها. فظهر صوت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ففي ظل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ ثمانين عاماً ودروس وستمنستر التي يبدو أنها تصل إلى مرحلة متقاربة. تقع ثغرات ثقافيه وسلوكيات عميقه تؤدي الى وقوع البلاد خلال العقود القادمه. بالنسبه للملايين من الاشخاص يقول الكاتب فان الموقف الاساسي من خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي العمل بشكل اعمق بكثير من اي تقارب قد نشعر به مع حزب سياسي. هذا ليس بلدا منقسما اساسا بين حزب العمال وحزب المحافظين، فنحن الان اما ان نغادر أو نبقى ويقول الكاتب على المدى الطويل ليس من الواضح كيف سيعمل حزب العمال والمحافظون على استيعاب هذه الاضطرابات الحديثة. مشاهدينا جولتنا في الصحف العالمية انتهت أما الآن إلى كاريكاتير واخترناه لكم من صحيفة الخليج لنتابع. مشاهدينا انتهت حلقه متن الخبر لهذا اليوم دمتم برعايه الله والى اللقاء